السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد، ممكن تكون سلسلة جديدة. اللعبة هذه ذكرني بلعبة ديزي، لعبة سيرفايفل اسمها ذا ميست أو الضباب إن ما خاب ظني. في كرافتنج، في سواقة، تحمل أغراض من المدينة، تبني البيس، تدخل تلوت في الليل. هذه كلها دعاية ستيم. للأمانة تحمست في اللعبة. الهنتنج ورمي الرماح دببة. ما عندي اي شيء والله، اي خلفيه عن اللعبه. ايرلي اكسس فيرجن. فهذا اللعبه ترشيح احد من الشباب الله يعطيه العافيه في الكومنتات، وباذن الله اذا نالت على اعجابكم راح نستمر فيها وتكون سلسله خفيفه في القناه. نبدا تجربه ويلا بدايه خير. قبل 3 سنوات حدث شيء غامض، قطع ضباب غامض اجزاء كثيره من العالم، مرض معظم الناس وماتوا. عانى العديد من الذين نجوا من التغيرات واصبحوا شرسين عندما يلمسهم الضباب، باحثين عن اللحوم الطازجه التي يتغذوا عليها مثل البشر، مثل وانتد. انت من القلائل المحصنين ضد الضباب، لقد نجوت في معسكر مع الاخرين قبل ان تتعرض لهجوم من قبل مخلوقات على عكس ما رايته من قبل. لقد نجوت وهربت الى الليل فجر يوم جديد. اوكي، عندي المناعة الظاهر ضد هذا الوباء اللي صاب المجتمع. اوكي، في تعليمات كثير هنا ما ودي ابلشكم في المقدمة، بس راح ناخذ نظرة سريعة اللي حاب يقراها. الهيت حرارة بعد لها تأثير. اوكي، تحت الشمس والله لها تأثير سيء على السمنة وعلى العطش. اوكي، راح يثقل اللاعب اذا كان ممكن مطر او تبللت ملابسه. في واقعية بالنسبة للأسلحة، هلا بالبو. من اكثر الشغلات اللي حببتني في سلسلة بانر لورد هو البو. ان شاء الله اتمنى ان هذه اللعبة فيها الرمي بالبو ممتاز. اوكي، يقول لك في انواع كثير من الاسهم تضغط ار عشان تحول بين نوعية الاسهم اللي معك عشان تصيد فيها الغزلان او الباندت. كيف في باندت الجن كاستمايزيشن؟ الله اكبر يا كود، لا شيء خطير والله اللعبة الظاهر. المايننج عندي مايننج برضه، يقول لك في 6 انواع من المواد الخامة، الذهب والكوبر ايرون زنك والسل. والله ما لي بالجيولوجيا، بس يلا. هاو تو جيت براس، هذه للتجارة يمكن، والله مش فاهم ايش فائدة المواد الخامة هذه. فيشنج سيت اب، حلو يا بنش حلو، اضبط لك. لا واضح اللعبة صراحة متعوب عليها. طيب هنا مصدر الاكل عرفنا، الصيد باذن الله انها بتكون اول وجبة لنا. اح وش التقطيع ذا؟ اوكي، اول مرة سبنا، اول مرة شغل لعبة، فشي طبيعي في البداية. شوف بدأ يتحسن. اوكي، الحين طلع لي علامة الرياح والوزن تحت 0%. بريس بي كرافتنج منيو. الله اكبر، يا كليب شب النار، يا كليب شبه الكم فاير، ستان تورش، بارل فاير. عندي شغلات كثير يا شباب، كوكينج، وتر، مصدر الاكل، جنريتر، الكهرباء، تراش بن. طورت وتصير محترم، ترمي القمامة في سلة القمامة، والوركشوب والخياطة. هذه كلها والله يا شباب تذكرني ستراند ديب. في افكار واضحة ان مأخوذة، نفس الفيورنس بالضبط حق ستراند ديب. هانتين كابين، هذه مأخوذة من بنشت. وهذه اللانترن للإضاءة في الليل وكشافات. لا بإذن الله إذا استمرينا في هذا اللعبة راح يكون فيه بناء بيس رهيب جدا. هذا المزارع، فلازم تخصص أرض زراعية وتصير تبني فيها. أول شيء وين البيس اللي راح أسس فيه؟ هذا السؤال اللي قتلني جوابه. بسم الله. كما في منظور ثالث، ما في منظور ثالث. عندنا هذا لوت خفيف كذا، هدية. فاس ماتش عشان نولع اللي هو كبريت، والمنشار والمطرقة. ما شاء الله، هذه هدايا جميلة. شغلات كثير يا شباب والله ما ودي أتطرق لها كلها. في سكيلز وحيوانات أليفة. واضح ان اللعبة عميقة جدا صراحة. انا ما اعرفون وجهتي يا شباب، هل في ماب؟ ما في ماب. طيب خلنا نشوف الموتر هذا ايش فيه. السلام عليكم، قال عادي. يا سلام، تكفى خلنا نسوق، تكفى. انا يوم اشوف سواقة من بداية اللعبة ما يمدي يا اخي. الموتر واضح نظيف والله، وكالة. او يمديك تفتح شو اسمه البونيت، يبيله بنزين والله. بشربي ندور له بنزين. بس الحين يا شباب الاتجاهات واضح انها مهمة جدا في اللعبة. بنمشي في الشارع. ايوه ستكس، ما ادري وش الشغلات اللي نقدر نسويها كرافتنج من البدايه، بس راح اجمع كل شيء اقدر عليه مبدئيا. اكيد الستيك من اهم الشغلات حاليا. صخور. وات ذا هيل، في انفجار صار هنا يا شباب. اوف، في بملودر هنا، ما ادري شيء ولا. اوه، في بيس كام. وات، انا قريت في باندت ظهر، اول ما يشوفوني على طول بيطيرون راسي. اي والله هرقينا. هلا بي، خلنا نغرف ابو الزومبي. صدقوني قلشت. هلو، لا يا زمن. اوه، فيه انتحار.
اعطى نيو جيم سريع. وش طلعك الشاول؟ وش طلعك؟ بغيت اغرف الزومبي والله صراحه. يا معتي يا شباب طلع لي شيء ما انتبهت له قبل شوي، ان في سرفايفل يمديك تشغلهم معاك وترسلهم الى البيس في الطابق الاول او الطابق الثاني، الروم مانجمنت. يا اخي اقسم بالله ان شغلات تفاصيل مره كثير. المست ايفنت هذه اهم شغله. الضباب بس يجون في الليل او يوم الضباب يغطي الارضيه او الارض. This is their hunting time which make any travel in the mist quite dangerous. يعني صعب جدا جدا. الحين رسبني في مكان ثاني تصدقون؟ بس هالموتر ما اريده، اريد السطحة هذيك. البداية هذي كان فيها اغراض طيبة. اوه في الدبة فيها اغراض هنا. كرافتنج ماتيريال زي المسامير والراق. الراق جدا مهم اكيد، يستخدم في صناعة الباندج. ايش هذا علامة البيت؟ تقدر تجيب ناس سرفايفل معك بس حاليا ما حد عندي. اوكي هذا الاغراض اللي يعطيني اياها هنا. تفاحة هالمرة اعطاني وسكين ومنشار والمطرقة. حلو التقطيع تحسن الحين يوم سويت ريلود اللعبة. في مزرعة هناك في الجهة المقابلة، واضح ان في اكلات طيبة. خلنا بقطع عيال اتفقنا. تونا اقول بسم الله. اي أيوة والله تشوفون ذيابه. السلام عليكم. المشكلة في تأثيرات شمس، تأثيرات مدري ايش كثير عن اللاعب، فواضح ان الجو رهيب الحين. بحاول استغل الوضع واستكشف المنطقة الخارجية بسرعة. بسم الله. كار باتري، حصلنا بطاريات. يوه حتى السيارة تخرب بطاريتها يا ولد. وش ذا؟ السلام عليكم يا هالبيت. ظاهر في احد. فرن جاهز. دكت تيب وود. اوه رصاص 9 ملي وسولت. باقي نشل المنشفة عليه. من هذا اللي ساكن هنا؟ وش مزبن؟ باندج لايتر فلو. اوه ظاهر ما في مساحة عندي. اوه درجة الحرارة يقول لي 20، فالجو كويس والساعة 8 الصباح. اي والله انفنتري فل عندي. تفاحة نطبخها. هذا خزان ماي، ما ادري هل يمديني اشله. وهذا ايش هذا؟ برضه خزانات. احس ممكن نستفيد من هذا المكان. اما ورق شجر يمديك تشله، وش تستفيد منه هذا كله؟ طيب اخلي هذا بيدي. طيب عندي فكرة، برجع بحط الاغراض كلها في البيت هذا واخليه زي البيس المؤقت لي. عاد هذا اللي زرفت منه بيجي بيحصل اغراض اكثر اذا كان فعلا يمديه يرجع. خلي التفاحة معي بس، ان شاء الله اني ما اندم على هذه الخطة. رصاص بخليه، ممكن احصل فرد. هذا ايش؟ باندج، والباندج برضه بخليه. هو في قوائم ثانية، شوف الوتر بارل اللي قبل شوي شفناه هناك، واللوج كارت. يوه في شغلات كثير هنا يا الربع. دوج هاوس يا رجل، انا خلنا دبر لي اكل. اوكي لترن في ثلاجة. يا رجل لوكرز في تفاصيل حلوة والله كثير يا شباب. معليش انا لازم استعرض عشان افهم السالفة وتفهمون معي السالفة من اولها. والله نفس حركة ستراند ديب يا شباب ضبطت، اللي هو تنقص الاعدادات ويصير العشب يمتسح، يصير يمديك تشوف اللوت كويس. اتوقع كذا بخفف على اللعبة كثير، يعني تفيدك في شغلتين. الله ينكبك، الله ينكبك، الله يخرب بيتك. من وين طلعت انت؟ اوف رجعني عند البيس، اقسم بالله نطت سوبرمان. الله يخرب بيته، ما دريت هو ذيب ولا دب ولا حلت الله بالله. طيب جمعت هذه الاغراض يا شباب. الله ما خلاني اجمع زي الناس. شوف العطش ينزل بسرعه، فلازم اشوف لنا شيء نشربه. اوه هذا لعبنا. اوكي عندي ماسك وعندي ولاعه والفلاش لايت وعندي بوصله. لا البوصله لسه يبالها كرافتنج. اوه يحتاج التولز هذا. اوكي حل الاسكس باق. حاليا لاعبي مفسخ حرفيا، لازم لبسه دروع. خلنا ننزل القش اللي جبته. نصنع لنا سلاح. ستيك برانش سبير. السبير يحتاج ثلاثة هارد ستيك. كرافت يور سيلف. جميل جدا. عندي سلاح دافع عن نفسي. أول كرافت. أوه مداه طويل. شوف أنا وين واقف والدريشة وين. العطش ينزل بسرعة. وش ذا الصوت؟ ووو يمه. ما ادري هم في احد قريب، في احد بعيد. اوه هذا واحد. والعلم خرب بيتهم صراحة. وي ما في باب ثاني هنا صح؟ اوكي ربك سلمني اقسم بالله اني الدب رجعني البيت. الحمد لله خرب بيتهم بسرعه. خلنا نروق يا شباب هنا لين ما الضباب يخلص. ما فيني اعيد ثلاث مرات. لقيت الشيلد يا شباب. يحتاج واحد ود، سبعة ود وعشرة من النيلز المسامير. خل باكل التفاحة هذه لان الثير الصراحة نقص كثير. جيت
ايوه والله ما زال شايف الثيرست. تفاح عاد فيها شويه ميه. بعدين طول هذا والمواد الخام هذه توقع عشان اي عشان تفيدنا في الرصاص، وممكن هذول الزومبي يعطونا اذا قتلناهم نلقى منهم لوت طيب. والله يا شباب اني بموت من العطش، الا باقي لي هذا اخر شيء يمديني اتناوله عشان ازيد العطش ولا زاده. يا رجال وينكم؟ اموت من العطش ولا اموت من زومبي؟ وش فيك جلست ها؟ وش فيك جلست؟ والله اموت من عطش. يا اخي ما في جلتش كذا ادخله واجلده هنا. كنسل كنسل. ارعب ارعب. اقلط يا ولد. وي ولد ولد. قال وخر من... انا خوفي بس يحشرني اكثر من واحد. وي ولد هويا ران. اوف ووندد. اوكي جاب لي مي. لا امتي بوتل كان فروت. الله يعطيك العافيه. هانجر اند ثيرست ايت. اوه ملعقه بعد. والله ما انت مهين يا زومبي. شوف كيف الشاشة سودت معي كانت، ولا عشان المست خلص. يا اخي بلش هذا العطش. لا لا رجع رجع نور الحمد لله. اوه شت. اي رجع النور يا شباب. وش تسوون هنا؟ اوه ماتوا. ضو الشمس قتلهم. حلو حلو. لوت لوت خير كبير نزل لك. يا سلام فله. والله فله. بس انتظر لو ادري والله ما هجمت على هذاك. طيب البوتل هذا يبيلنا الظاهر نعبيه ماي. هذا ملح. هذا وشو؟ شقر سكر. يا عيني يا سكر انت. والله قهر المدينه هذيك اللي كانت قدام الشيول كان ممكن احصل منها لوت كثير. اي في 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 مبنى هنا. بس قبل هذا كله عشاني اقدر احل مشكله الماي العطش. شلون عاد اعالج الماي يا رجال؟ عطها شربه. وات يشرب الحين؟ شربت من وين انت تستهبل؟ ثيرست فل. انتهى الموضوع يا رجال. اكيد بيمرض علينا بس يلا هذه البدايات الصعبه. بس شيول ثاني الله ينكبه. هذا وش رصاص؟ بطاريه سياره كومبوننتس. السلام عليكم. تكفى لا تكفى يا اخوي لا الله ينكبك. ايوه تعال تعال تعال. فل فله للالعاب الايرلي اكسس. اوه يمديك. يا هلا بالصيده. جيب راس الذيب اخوي اهجو. خلنا نزبنه في واحد من البيوت لعل وعسى نحصل. ودي اشله لو معي موتر بحمله هناك والنار جاهزه في ذاك البيت. اما ما في باب البيت هذا. والله اذا انحشرت هنا ما لها داعي ولا في اي لوت. يا رجل خلنا نقطعه مشوار اشله. اوه الراس حلو حلو حلو. ويقولك شغلات اللي بتجي 2 كيلو من بيج انيمال ميت. انيمال كم اقضي من الوقت؟ هات الوقت كله انيمال فات والجلد. حلوين صيده حلوه والله. يحتاج ساعتين عشان يطلع الامور هذه. شيل يا مدير جليل. لا لا لازم اشله مكان ثاني. هذا قدام اخوياه عبره لمن يعتبر. ويمديني اركب الحمد لله. اوكي برجع بطبخه هناك. اي هذاك موتري والخيمه البسيطه. أدري في شيء ورا. أوه شوف المكان اللي فوق. والله هذا يبال استكشاف. بس المكان هذا اللي هنا مو بشين والله. خلنا نرمي الذبيحة داخل أول شيء. حطها على الطاولة. والله حطها على الطاولة. سكر الباب. هلا والله هلا. نقضي وقتنا كله فيه. ونقول له قصقص كل شيء. أول شيء أمسك الراس. طلع كل شيء فيه. يحتاج ساعة. شوف يهلك اللاعب ويتعب والعطش ينزل. اوكي هذا طلع لنا من الراس الرو. نبي نطبخه يا عزيز الفرن. هذا النار وش فايدتها؟ اجل فود بويزنينج سيلف هيل. ما اكلت ما اكلت. اكل غبي ما اكلت. هذه الظاهر ما تفيدنا بشيء يا شباب. لازم نحط لنا طباخ. وش يحتاج؟ اسرع وابسط طريقه البيسك فاير. تحتاج 5 برانش ونحطها. هذه ما ادري وش فايدتها. خلينا نشوف. ستارت بيلدينج. شوف ايش يبني.
اوه هي تحتاج فاير وود. ابغى اللحم هذا ينطبخ ولا شيء. ما ولا في كبريت كان معي ما خبضني. الظاهر ان الكبريت كان في شو اسمه التختيمه الاولى اللي عدتها. والله انا صراحه ودي اروح هذاك المكان اللي فوق، بس هذا استعراض سريع خفيف يا شباب. راح اوقف واتعلم، اتعلم واجيكم. اذا عجبتكم السلسله في تفاصيل كثير يبيلي اقرا وادور عليها. اذا عجبتكم اللعبه حتى تكون السلسله فيها انجاز ومتعه اكثر، يعني احاول اغطيها بالشكل المطلوب. هذا كان مقطع اليوم، رايك في الكومنتات مهم. شكرا من تسمي القناه، والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.